في مملكة الزريبة تتغير المواقف بسرعة جدا، خاصة إذا كان الخصم على درجة كبيرة من القوة. في قضية مصادرة المغرب لممتلكات الجزائر في المغرب، لاحظنا وجود تناقض بين البيان الأول والبيان الثاني الذي أصدرته السلطات المغربية عبر جريدتها المخزنية هاسبريس. فقبل أيام قالت الجريدة ذاتها إن المرسوم الذي نشرته الحكومة المغربية في العدد الأخير من المجلة الرسمية رقم 5811 الصادر بتاريخ 13 من مارس الجاري، والذي يخص نزع ملكية العقارات اللازمة ضمنها ثلاث في ملكية الجمهورية الجزائرية بالرباط بدافع المنفعة العامة التي تقضي بتوسعة مباني إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بجماعة الرباط، لم يعجب حكام قصر المرادية بالجارة الشرقية للمملكة. وهذه عبارة تحمل ما تحمله من همز ولمز تجاه الجزائر. نجد أنه بعد صدور بيان مهم جدا من السلطات الجزائرية أكدت فيه على أنها لن تتنازل عن هذه القضية وأنها ستقوم باللازم، بل إنها ستقوم بمراسلة الجهات الدولية وخاصة الجهات المكلفة بتنظيم العمل الدبلوماسي والممتلكات الدبلوماسية في العالم. وأنا أبحث لكم عن بيان وزارة الخارجية الجزائري لأمامي، والذي يقول: شرعت المملكة المغربية في مرحلة تصعيدية جديدة في سلوكياتها الاستفزازية والعدائية تجاه الجزائر على شاكلة ما تم تسجيله مؤخرا من مشروع بهدف مصادرة مقرات تابعة لسفارة الدولة الجزائرية في المغرب. ولكن أذهب إلى نهاية البيان: تدين الجزائر بأشد العبارات وأقواها عملية السلب المتكاملة الأركان هاته، كما تندد بشدة بعدم شرعيتها وعدم توافقها مع الواجبات والالتزامات التي ينبغي أن تتحملها بكل صرامة ومسؤولية أي دولة عضو في المجموعة الدولية. ومن جانبها سترد الحكومة الجزائرية على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة، كما أنها ستلجأ إلى كافة السبل والطرق القانونية للمتاحة، لا سيما في إطار الأمم المتحدة، بغرض ضمان احترام مصالحها. إذن مباشرة بعد صدور هذا البيان، وربما بعد ساعات قليلة فقط، خرجت علينا جريدة هاسبريس بمقال آخر تقريبا ينكر ما جاء في البيان الأول. إذن تقول هاسبريس مرة أخرى: علمت جريدة هاسبريس الإلكترونية من مصدر دبلوماسي أن المغرب لا يسعى إلى التصعيد أو الاستفزاز ضد الجزائر، مؤكدا أن إجراءات ضم المباني التابعة للسفارة الجزائرية بالرباط ما زالت تراوح مكانها. وأكد المصدر أن المغرب ما فاتئ يعمل على الحفاظ على علاقة ودية بين البلدين وعلى الأخوة بين الشعبين، معتبرا أن الحديث الخارجية الجزائرية عن مصادرة ممثلياتها الدبلوماسية في المغرب مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة. وانتهى البيان. المشكلة على أن هذا المقال الصحفي لا يستند إلى أي مصدر رسمي، ونتساءل هنا: هل وزارة الخارجية المغربية ما عندها حد يمكن أن يصدر بيانا رسميا باسم الدولة المغربية، أم أن القصر كذلك لا يملك ناطقا رسميا يتحدث باسمه، أم أن هذه الحكومة أو المحكومة المغربية كذلك لا تتوفر على ناطق رسمي باسمها يمكن أن يتحدث عن هذه القضية بدل تركها هكذا للمقالات الصحفية؟ أعتقد على أنه من خلال رؤية ومتابعة ومشاهدة المقال الصحفي الأول الذي نشر في جريدة هاسبريس، وردة فعل الجزائر بعد ذلك ببيان رسمي، وردة فعل المغرب بعد ذلك بمقال صحفي في هاسبريس، يؤكد لك على أننا نحن أمام دولة وشبه دولة، بين بلد يحترم شعبه وبين بلد لا يحترم شعبه ومستعد أن ينكر بعض الإجراءات حينما تنفضح. أعتقد على أن نظام محمد السادس
أوهن من بيت العنكبوت، والجزائر بلد عظيمة برجالاتها وبشعبها وبتاريخها المجيد.